تأمل تراتاكا. يمكن ممارسة تأمل تراتاكا على عدة أشياء، ولكن الأكثر شعبية وفعالية هي لهب الشمع. في الواقع ينتج اللهب صورة أفضل بمجرد إغلاق العينين، ومع ذلك فإن التأثير المطلوب من تأمل تراتاكا هو التركيز على الصورة حتى مع عيون منغلقة. يمكن للمرء أيضاً ممارسة تأمل تراتاكا من خلال النظر إلى نقطة بيضاء على ورق أسود. قبل البدء يمكن للمرء أيضاً ممارسة تأمل تراتاكا من خلال النظر إلى نقطة بيضاء على ورق أسود أو نقطة سوداء على ورقة بيضاء. في هذه الحالة يمكن أن يتراوح وقت المراقبة والعينين مفتوحتين من 1 إلى 3 دقائق. قبل البدء يجب أن تدرك أن تأمل تراتاكا لا ينصح به للأشخاص الذين يعانون من إحتام عدسة العين أو الجلوكوما، ولكن أيضاً الصرع والفصام والهلوسة أو غيرها من المشاكل النفسية. اجلس في وضع تأملي مريح مع استقامة عمودك الفقري. ضع شمعة على دعامة قابلة للتعديل في مواجهتك مقابلة لك. اضبط ارتفاع الحامل بحيث يكون فتيل الشمعة في مستوى العين. ضع الدعامة أمامك على مسافة لا تقل عن ذراع واحد وبحد أقصى 1.5 متر. إذا كنت ترتدي نظارة فمن الأفضل خلعها، لكن يجب أن يظل هدف التأمل واضحاً. أعد ضبط المسافة بينك وبين الشمعة إذا لزم الأمر. افتح عينيك وحدق في شعلة الشمعة لمدة تصل إلى 10 ثوان. اللهب له 3 مناطق لونية، في قاعدتها حمراء اللون، المنطقة الوسطى والعليا بيضاء ناصعة، والطرف مدخن قليلاً. ركز على الجزء العلوي من اللهب حيث يكون أكثر سطوعاً. حاول ألا ترمش لأن الوميض يتعارض مع تكوين صورة حادة بمجرد إغلاق العينين. ثم أغمض عينيك. إذا ظهرت لك صورة اللهب وعيناك مغمضتان، ركز ببساطة على تلك الصورة دون إحداث توتر. استمر بالتركيز على تلك الصورة حتى تختفي. افتح عينيك مرة أخرى وانظر إلى اللهب بنظرة مسترخية ثابتة لمدة تصل إلى 10 ثوان. في أي وقت إذا أصبح النظر إلى اللهب غير مريح فأغمض عينيك على الفور. بعد حوالي 10 ثوان أغمض عينيك ولاحظ الصورة الداخلية للشعلة. إذا لم تره فلا تشعر بخيبة أمل. يجب أن تبدأ في رؤيته بالممارسة. ابق عينيك مغمضتين ما دمت ترى صورة اللهب. جميل. كرر الإجراء للمرة الثالثة والأخيرة. انظر إلى اللهب لمدة 10 ثوان دون أن ترمش. ثم أغمض عينيك وركز على الصورة الداخلية للشعلة حتى تختفي. يمكن أن يتسع وقت التدريب تدريجياً. خلال الجلسات الأولى انظر إلى اللهب لحوالي 10 إلى 15 ثانية كحد أقصى. يمكنك بعد ذلك زيادة المدة ببطء بمرور الوقت، بحيث يمكنك بعد حوالي 1 عام من التدريب النظر إلى اللهب لمدة 1 دقيقة ثم التركيز على الصورة الداخلية مع إغلاق عينيك لمدة 4 دقائق تقريبا. لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف تجاوز هذه المدة الموصى بها.